مشاهدينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع على قناة القلم في زدني علما، اللي يتواصل معكم على امتداد يومين في الأسبوع، نهار الأربعاء ونهار الجمعة، بداية من 9 حتى 10:30. نلتقي معكم في مواضيع اللي تكون قريبة منكم وقريبة أيضا لشواغلكم واهتماماتكم، فمرحبا بكم ومرحبا باقتراحاتكم وبهذه الشواغل اللي نحاول أن نقرب منها قدر الإمكان في كل حلقة، حتى نتحاور وحتى كذلك نتفاعل، ونحاول أنه تكون فما فرصة تلاقي في بعض نقاط الاستفهام اللي نشترك جميعا في إثارتها، وأحيانا قد نختلف في إثارتها، ولكن نحاول مع بعضنا جميعا أن نتفق على أن نعالج مثل هذه المسائل اللي مربوطة بحياتنا، وهي أيضا على سيرة دائما بواقعنا. شكرا على تفاعلكم اللي يوصلنا من حلقة أخرى، سواء كان في الصفحة الرسمية لزدني علما في الفيسبوك، وإلا عن طريق البريد الإلكتروني، وإلا ما يوصلنا من صدى من أصواتكم اللي نعتبرها دائما مسموعة على قناة القلم وفي زدني علما، من خلال الاتصال التليفوني المباشر 74 621 607. يخليكم مباشرة معنا في كل حلقة باش تشاركوا، باش تسمعونا أصواتكم، باش تعبروا عن شواغلكم واهتماماتكم. ساعات بعض المشاكل اللي يتعرض لها المواطن التونسي في حياته، واليوم موضوعنا مش يكون على صلة كبيرة بواقعنا، وعلى صلة كبيرة بمشاكلنا، وعلى صلة كبيرة كذلك بتطلعاتنا في المستقبل. ومن المشاكل الكبيرة جدا اليوم اللي مش في تونس برك، هي تعد أم المشاكل خاصة لدى الشباب، مسألة البطالة. البطالة مشاهدينا الأعزاء تعد فعلا من المسائل اللي نترقلها، البعض يترقلها وتلقى عنده حسرة وألم، والبعض الآخر تلقى عنده استراتيجية تعامل مع هذه الوضعية. فربما فما يقول لك أولوية معينة يلزمني نتعامل معها، وربما عنده كذلك تصورات تخليه يتعامل مع مثل هذه الوضعيات من البطالة. فساعة شنو هو مفهومنا للبطالة؟ شنو هو انعكاسات البطالة على المجتمع سياسيا اقتصاديا اجتماعيا؟ شنو انعكاسات البطالة على الفرد وعلى المجموعة؟ كيفاش نستطيع أن نحد من تداعيات هذه البطالة؟ كيف تعامل الإسلام وكيف يتعامل أهل الاجتماع، أهل النفس، كذلك أهل الاختصاص من المهتمين بشأن التشغيل مع هذه المسألة؟ البطالة هي محوركم اليوم، هي مشكلتنا كما هي مشكلتكم، ونحاول أن نتحاور فيها معكم، ونحاول أن نكون كذلك على بينة من بعض الحجج الواقعية والأصوات اللي تعبر عن هذه المشاكل بشكل صريح وواضح، دون من أنه نخبيه، دون من أنه نخليه بعض المعطيات في الخفاء. فأهلا وسهلا بمشاركاتكم، التليفون 74 621 607. يخليكم مباشرة معنا باش تتحدثوا عن المشكلة هذه، مشكلة البطالة واقعا وأفاقا، كيف يمكن أن نحد منها. حضور كريم أنسنا في الأستوديو اليوم ويشرفنا حضورهم، الأستاذ أحمد بوشحيمة. مرحبا بك سي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك أخي نوري، مرحبا بأخي الأستاذ عمر الملولي، مرحبا بحضرات المشاهدين الكرام. نتمنى أن تكون حصة الليلة فيها من الإضافة وفيها من الإفادة ما نسأل الله أن يوفقنا إليه، ونستمد في ذلك العون والتوفيق منه، إنه سميع مجيب. مرحبا بك سي أحمد. أيضا شرفنا بالحضور اليوم الأستاذ عمر الملولي. سي عمر أهلا وسهلا بك. وبيك بارك الله فيك سي النوري. مرحبا بك، مرحبا بسي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحيتي إلى كل مشاهدينا عبر هذه القناة الفضائية المباركة. يعيشك. هو المشاهد الكريم يلاحظ أنه في زدني علما على امتداد حلقات متالية، يلاحظ أنه فما مواضيع اللي ربما البعض يعتبرها مواضيع اجتماعية، والبعض الآخر يعتبرها مواضيع تنموية، البعض الآخر يعتبرها مواضيع نفسية، وكل هذه المواضيع، كل هذه المسائل هي مواضيع واقعية.
نابعة من قلوبنا من وجداننا ومن مشاكلنا ومن حياتنا، ولابد أن ندلي بدلونا في هذه المسائل، سواء كان في العلوم الإنسانية، سواء كان في الشرع، سواء كان في علوم العقلية. كل هذا نحاول أن نترقله مع بعضنا من وجهات نظر مختلفة، عسى أن تكون المقاربات ربما تخفف من وطأة ما نعاني منه. هك علاش ديما منطلقنا مشاهدين الكرام أنتم أصواتكم اللي تعيشوه واللي تعانيوه واللي ربما تتعرضوا له في حياتكم اليومية. نحاول أن نسمع إلى بعض المعطلين على العمل، الناس اللي تلوج على خدمة، الناس اللي سنوات ساعات قرات وعائلاتها ضحات وعائلاتها كيف كيف صرفت وعائلاتها تستنى باليوم وبدقيقة ساعات وقتاش الأمل اللي تفتح لصغارها باش تخدم وباش ربما تحقق مستقبل يكون إن شاء الله زاهر، لأن الرأس المال البشري هو أكبر ما يمكن أنه يلزمنا نحافظ عليه في تونس. أصواتكم مش تعبر عن هذه المشكلة، مشكلة البطالة في تونس ومشكلة البطالة لدى الشباب في تونس. خلينا نسمع هذه العينة مع بعضنا ثم نرجع مع بعضنا للتحاور في مسألة البطالة واقعا ومستقبلا. تبعت الحقوق على أساس أنها شعبة فيها أكثر اختيارات لنهار آخر للخدمة، لكن الله غالب مش هذا اللي مش اللي حلمت به هو اللي لقيته، معناتها فهمت في الواقع. بون نبدأ من الأول، أنا باك ليتر ومشيت حقوق كما قلت، لكن احنا في عائلتنا احنا 5 بنات، كنا الخمسة نقراو وبابا يصر عليه ما ينجمش يصرف علينا الكل. لقيت روحي مضطرة اني نخدم، عملت البخمية غاني نتاعي عاودت العام وخدمت، قريت وخدمت، الظروف ما كانتش باهية برشا بين قراية وخدمة، صعيبة شوية. المهم الحمد لله يا ربي نجحنا، اما تو نتمنى نرجع نقرا على خاطر فريمون معناتها كنت نحلم مش نكون قاضية محامية، نخدم في بنك في إدارة، أستاذة معلمة، قلت ديما في معناتها نشد سيرفيس جوريديك في حاجة. بدينا بالنسبة قبل الثورة كانت فما الرشاوي برشا، معناتها حتى كيف عديت على أساس المعلمين وشفت أنا الإصلاح ما عندي غلطين بركة ما ملغزم وما تقبلتش. ومن بعد الثورة وليت فما دي كونديسيون أخرى، معناتها قديش عمرك، قديش عندك صغار، وقتاش كملت، وقتاش كذا، ما عادش العامل متاع الاختيار معناتها متاع قبولك للترشح الوظيفة، ما عادش الكومبيتانس متاعك معناتها فهمت، وليت حوايج أخرى فريمون بالحق معناتها أنا نحس روحي شوكي. أنت لقيت عندي أوبستاكل، مش هذيك اللي مش هيك اللي حبيت عليه، مش هيك اللي استنيته، مش هيك اللي حلمت به. حتى في حياتي أنا يعني حتى مغالمو تقلقت، حبيت أول شيء ظروف الدنيا صعبة برشا، الواحد ماذا بيه يخدم باش يعاون، معناتها أنا تو كمارسة عندي زوج صغار ماذا بيا أنا زاد نخدم وأون بلوس أنا قريت علاش باش نلقى بلاصتي معناتها فهمت، ونكون حاجة في المجتمع اللي هذيا ما لقيتوش. بالنسبه لي انا فديت وفدت راجلي، خاطر راجلي يخدم نهار كامل وانا من الصباح لليل في الدار، ماذا بيا كان كنت نخدم انا زاده هذيا دون دوتر. اذا مش تمشي للبريفي فما اللي يقول لك اعطيني الخبره نتاعك، معناتها اش خدمتي خينا، شكون باش يخدمني كان كل حد يطالبني انا بالخبره نتاعي وانا لتو ما خدمت، وين مش نكتسبها الخبره هذه حاجه. وحاجه اخرى مش تلقى السالير فريمون ماهوش هيك اللي هو اللي قريت على خاطره، معناتها تخدم 250 دينار بصراحة أنا كني ما قريتش معناتها، وكم من عام البخمية غانية غادي قصيت فهم بالحق كيف عودت العام راني توكا نقبض أكثر معناتها فهمت، معناتها أقدمية متاع 10-11 سنة راني وليت نقبض فيها أكثر. أنا كي نمشي للواحد معناتها ما عامل مؤسسة ما يهمنيش أنا ما قاري مش قاري هذيك حاجته، ما يقول لي أنا صاحبة الشهادة يقول لي تخدم 250 دينار، أنا ما قريتش على خاطر 250 دينار باش نخدم بيهم. كملت 2009 كملت قرايتي، البريود هذيك لوجت على خدامي، عملت دي كونكور كيما قلت لك لي كونكور اللي كل اللي عملتهم كونكور سيغ دوسيي، معناتها كان
هذيك المعيار نتاع الصغار والسن وكذا اتسيتيغام، فماش كونكور اخر معناتها، يعتمد على الكومبيتونس نتاعك، فهمت؟ وبالنسبه لي انا توكا والله بالحق معناتها نخمم نقول حتى نهار اخر كي مش نعدي كونكور يا اخي انا نسيت اللي قريته معناتها بالحق، معناتها توا قديش من عام اون بلوس، فما مثلا انا نحكي على روحي انا عامله مثلا حقوق، فما تنقيحات جديده قوانين جديده خرجت معناتها، فهمت؟ ما مانيش مواكبتها بالحق معناتها، ونحس روحي نسيت حتى اللي قريته نسيته معناتها، وهذه بالنسبه لي لي انا نحس فيها سامحني كان مش نقولها ما هي غلطة معناتها الميثود اللي نستعملوا فيها، انك تختار صحيح نعرف مش تقولي شنو ذنبهم العباد اللي كملوا قديش عندهم واللي كذا، لكن زادا انت كي مش تختار واحد حسب السن نتاعو ولا اقدميته ولا وقتاش اخذ شهادته، سامحني كي مش يقري معلم ولا استاذ ولا باش مش يقري باش شنو عنده معناتها، ما عادش مواكب هو العصر والتطورات واللي صاير والقراية، فهمت؟ معناتها ما نشوفش حاجة فريمون صحيحة برشا معناتها. هذا صوت من بين مئات الأصوات الموجودة في تونس واللي تعبر عن مشكلة البطالة، فما مشاكل أكبر وفما أصوات ألمها أكبر وفما أصوات تلقى حضورها في تعاملها مع واقع معينا، فما آلام كبيرة وعميقة. الصوت اللي سمعناه عنده حق يحلم، عنده حق يطمح، ولكن ساعات تلقى وضعيات أتعس بكثير من اللي شاهدناه اليوم. تلقى المواطن يجري ليل نهار ويجري سنوات باش يحصل على شغل ويحصل على مرتبه تحفظ له كرامته وتحفظ له حضوره المتميز في المجتمع، ولكن للاسف يصطدم ما بين الواقع وما بين الحلم، فما تقابل. لما خلينا ننطلق بدايه انا معاكم مشاهدينا، مش نخلي لكم الخطوط الليله التليفونيه مفتوحه على ذمتكم 74 621 607 باش تعبروا عن اصواتكم وتعبروا كذلك عن مشاكل البطاله، وخاصه كيفاش تنظروا لهذه المساله واقعا ومستقبلا من جهة وجهة نظر مختلفة. أما الحضور اللي أنسنا اليوم في الاستوديو هو أيضا له تعامله مع هذه المسألة، وخاصة كيف تعامل الإسلام، لأنه سي أحمد البعض ربما يقول لك اليوم الإسلام مطالب كونه ينظر إلى هذه القضايا وينظر كذلك إلى هذه المسائل بعين اللي يقتضيها الواقع اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفوة خلق الله أجمعين سيدي وحبيبي محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإسلام مطالب منذ البدء وليس اليوم فقط أخي النوري، الإسلام أولى مسألة البطالة وما يقابلها العمل أولاهما من العناية ما يستحقان. البطالة مذمومة شرعا، والإنسان خلق ليعمل، والله تعالى يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وإذا العمل هو واجب متحتم على الإنسان، خلق الإنسان ليعمل ويكدح، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فالعمل والكدح والاجتهاد والبحث والسير والتنقيب في الأرض، هذه من الأمور المطلوبة في دين الإسلام. والإسلام ذم البطالة وأنكر على البطالين، أنكر عليهم بطالتهم إذا كانت البطالة من تلقاء أنفسهم. سنتحدث لاحقا عن أنواع البطالة، لأن البطالة فيها أنواع وفيها مستويات وفيها وأعجبني تعليقك على الفيتير على الريبورتاج، يعني الحقيقة هناك أصناف من البطالين يعانون المعاناة الكبرى. ربما أختنا هذه اللي تحدثت كما قلت من حقها أن تتمتع بالشغل، ومن حق كل إنسان أن يتمتع ويمارس الشغل، ولكن هناك تصنيفات وهناك درجات وهناك تفاوت في الاستحقاق، تفاوت في الاستحقاق. جميل أن يعمل الجميع، ولكن عندما تكثر طلبات الشغل ويكثر عدد البطالين
وتكون فرص الشغل قليلة. نعم. فطبعا هناك من الأولويات ما ينبغي أن نراعيه. نعم. نرجع للإسلام والحديث عن العمل والبطالة. أيوة. في الأثر إن الله يحب المؤمن إن الله يحب العبد المؤمن المحترف ويكره العبد البطال. الأنبياء أنبياء الله ورسله تقريبا جميعهم كانوا يشتغلون. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اشتغل بالرعي واشتغل بالتجارة. سيدنا موسى عليه السلام اشتغل بالرعي. سيدنا زكريا كان نجارا بالجليل. سيدنا إدريس كان خياطا. نعم. سيدنا نوح صنع الفلك، كان معناها نجارا صنع الفلك. فنشوف الأنبياء كانوا اللي هما قدوة للعالمين، كانوا يمارسون العمل وكانوا لا يقعدون بطالين. فالقعود يتنافى وما يطلبه منا الإسلام من حركة وعمل وفاعلية واستثمار الكون. ربي جعلنا خلفاء في الكون لنبحث لننقب لنعمل لننتج لننمي لنعمر هذا الكون. هذه. نعم. هي مهمتنا الأساسية. نعم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب معونة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل في بيتك شيء؟ قال الرجل: قحف نشرب فيه. القحف هو إناء من خشب. نعم. قحف نشرب فيه ورداء نفترش بعضه ونتغطى ببعضه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئني بهما. فذهب الرجل فأتى بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذهما النبي عليه الصلاة والسلام وكان جالسا إلى أصحابه، فقال: من يشتري هذين؟ فقال رجل: علي بدرهم. قال رجل آخر: علي بدرهمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هات الدرهمين، ودفع بالقحف والرداء إلى الرجل. أخذ الدرهمين وأعطى الرجل الذي جاء يطلب معونة، أعطاه الدرهمين. فقال له: اذهب واشتري بدرهم طعاما لأهلك، وبالدرهم الآخر اشتري قدوما وأتني به. القدوم هو الآلة اللي ربما يشق بها الحطب وتلبش. نعم. بها الأرض. نعم. معروف حتى معروف في لهجتنا التونسية. نعم. فذهب الرجل وأخذ لأهله شيئا من الطعام بالدرهم الأول، وجاء بقدوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عودا فوضع فيه القدوم، شده إلى العود، وقال له: اذهب واحتطب وبع ما تحتطبه في السوق، ولا أرينك قبل 15 يوما. بعد 15 يوم ارجع لي. نعم. فذهب الرجل وعاد بعد 15 يوما وفي يده 10 دراهم ووجهه متهلل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من أن تأتي المسألة، يعني الطلبة، هذا خير من أن تأتي المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة. طبعا هي قصة ربما بسيطة في أحداثها وفي ظاهرها، لكنها عميقة، عبرتها كبيرة، عميقة الأبعاد. نعم. فيها ما فيها يمكن أن نتحدث فيها ساعة لنستغل منها العبر، ولكن في عجالة معناها سريعة نقول تعكس حرص المسؤول في الدولة على توفير الشغل للإنسان، تعكس حرص الإسلام على تشغيل الناس وعلى احترام إنسانية الإنسان. كان النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقول للصحابة: عاونوا أخاكم بشيء من. نعم. المال، ولكنه لم يرضى ذلك. شفت. نعم. كيفاش، وإنما. نعم. هو أعطاه فرصة كيف يكتسب المال بنفسه. نعم. وفي الأثر: أبسط الأعمال خير من ذل السؤال. وللحديث. نعم. بقية. نعم. هو أستاذ أحمد معناها خليتنا فعلا في صلب قضية اليوم، مسألة البطالة، وكأنه الكلام اللي كنا نسمع فيه والحجج الكثيرة والكبيرة الموجودة في الدين الإسلامي اللي تحث على العمل وعلى قيمة العمل وعلى أهمية العمل كبيرة، لا شك في هذا. نعم. ولكن بين هذه الصورة الجميلة التي يوقرها الإسلام للعمل وبين الواقع اليوم نلقاه فما فارق كبير. نعم. ونلقاه حتى كذلك حتى أنواع من البطالة. سي عمر، نلقاه أنت تحدثت في البداية عن البطالة الاختيارية
والبطالة الإنسان المجبر عليها، فهذه أنواع من ربما أشار إليها سي أحمد، كيف نمكن أن نفهم هذه الأنواع البطالة سي عمر؟ بداية الحمد لله الداعي إلى العمل، الناهي عن الكسل، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله بعثه الله بشريعة الإسلام لنشر البسمة والأمل. وديننا الإسلامي كله أمل. وأود أن أعود إلى القصة التي ذكرها سي أحمد، مسألة هذا الشخص الذي باع ما عنده بحيث اعتمد على إمكانياته الذاتية، وهذه هنا يكشف ما في الإسلام من واقعية. يعني الإنسان ينطلق من إمكانياته، وهنا نحب نقول اليوم لماذا لا تضحي الأسرة بمدخراتها، ولماذا لا تقدم الأم ما لها من مسوغ لابنها كي ينطلق في مشروع من المشاريع كان عندها بما جادت به أو بما تجود به، يعني سواء كان قليلا أم كثيرا. يعني هنا ربما القصة هذه أحببنا أن ننطلق منها إلى ضرورة التعويل على الذات والانطلاق من الإمكانيات الذاتية، لأنه اليوم مشكلة البطالة بكل صراحة هي مشكلة عالمية، ليست مشكلة معناها خاصة في تونس. نعم. ونحب نخلي الموضوع في إطار ونقول ما قامت ثورة الكرامة والحرية في تونس إلا لأجل البطالة. يعني البوعزيزي في سيدي بوزيد وصفعة البوعزيزي وتلك ردة الفعل التي كانت معناها سببا في انطلاق شرارة هذه الثورة المباركة، فالشعب التونسي ثار لأجل الكرامة، لأجل لقمة العيش، لأجل مقاومة البطالة. اليوم نحن مطالبون بطرق كل الأبواب التي توصد باب البطالة معناها قدر المستطاع، لأنه السيطرة على مشكلة البطالة لا نقدر عليه. ثم أولا ثم بطالة اختيارية، أنواع أيضا البطالة أنواع. ثم بطالة اختيارية، ثم أناس لا يرغبون في العمل رغم قدرتهم عليه ورغم أنهم يمتلكون الصناعة ولديهم من الوقت ما يكفي، ومع ذلك يخيرون البطالة. وربما هناك من يشتغل ويقدم لهم المال، وربما هنا ثم البعض اللي زوجته تشتغل وهو خير البطالة، خير أن يبقى في المقاهي للعب الورق. وهناك من له ربما معناها مشاريع خاصة أو اختار أن يعيش عالة على العائلة فلا يعمل ولا ينتج. هذا نوع أول، ونقوله هنا راه الإسلام جاء ليدعو الجميع إلى العمل باعتبار وأن الإنسان مستخلف في الكون ولا يمكن أن يكون مستخلفا إلا بالعمل. وثم نوع ثاني وخاصة بالنسبة لأصحاب الشهاد هم المعطلون عن العمل. هؤلاء وجدوا أنفسهم قد قضوا من أعمارهم ما شاء الله سبحانه وتعالى في الدراسة وفي مدارج الجامعة، ثم بعد ذلك تخرجوا ولم يجدوا شغلا. وهنا مسؤولية المجتمع، مسؤولية الدولة، ومسؤولية الأسرة كذلك. يعني ثم ثلاثة مسؤوليات. مسؤولية الدولة أن توفر الشغل لهؤلاء قدر المستطاع، ومسؤولية الأسرة أن تضحي بما عندها لبعث ربما مشاريع أسرية انطلاقا من شهائد أبنائها. كان عندها باش تضحي يا سي عمر إذا كان موجود لبلاء، إذا كان موجود ساعات ما تلقاش المسألة. يقول لك أنا مطمعت بالله وصلت ولدي باش يوصل إلى مرتبة معينة، سواء كان مستوى تعليمي أو سواء كان مستوى عمري، خليه باش يوصل إلى مرتبة باش هو يحقق كرامته بنفسه. القصة اللي ذكرها سي أحمد معناها ربما إذا كان للعائلة قطعة أرض معناها لا تحتاجها العائلة الآن يمكن بيعها، إذا كان العائلة عندها من الذهب ربما معناها أو ربما لها ذهب ولا مسوغ ربما يمكن بيعه. أيوة. يعني هنا ماذا عند العائلة مما يباع حتى تنطلق أبناؤها في المشاريع؟ هنا المسألة مش مسألة ما عنده ولا ما عندهاش. أيوة. المسألة مسألته أنه ثم مبدأ على العائلة التونسية اليوم أن تفكر أن تنطلق في التفكير وفي الفعل. والنقطة الثانية هي مسألة التشغيل، مسألة اجتماعية معروضة أو ربما معناها مرتبطة بمسألة العرض والطلب، لكن هنا نقول التشجيع على إحداث مواطن شغل هو من العمل الخيري وهو أيضا من العمل التضامني. نعم، أنت تو بالطريقة هذه وكأنه السؤال يولي أنه الشاب عنده إمكانيات ولكن هو ما يحبش يخدم. ثم أنواع، لا ثم انواع في بعض الاحيان وكانه الشاب قال خدمه وقال وسائل وقائليات وقافة مش كون شرج ولكن ما باش يخدم. هو اليوم يعني لو عدنا الى تاريخنا، أيوة، يعني لما كنا تلاميذ ماذا كنا نفعل؟ كيف كنا نقضي العطله الصيفيه؟ كنا نقضيها ونحن نشتغل. هل كنا نشتغل لخصاصه فقط؟ أيوة. كنا نشتغل من اجل استثمار ذلك الوقت
ومن أجل أن نضمن عودة مدرسية ناجحة بفضل ما نوفره من مال للأدوات ولغيرها. أنت تتحدث عن عقلية أو تنرجعوا للعقلية؟ العقلية هذه لابد أن نعود إليها. تنرجع لها بتفاصيل أكثر، ما خلينا نفسح المجال للمكالمات الهاتفية اليوم من خلال الرقم الهاتفي الموضوع على ذمتكم 74 621 607. كيفاش ينظر الشاب اليوم التونسي إلى وضعيته في ظل البطالة الموجودة اللي يعاني منها الكثير منكم، اللي يعاني منها الكثير؟ خونا فتحي من سوسة، أهلا وسهلا بك ومرحبا يا فتحي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية ليك خويا نوري. يعيشك. ولسي أحمد وسي عمر. حقيقة يعني يوم الأربعاء ولا عنده قيمة كبيرة برشا، لأنه فيه زدني علما. والله يظل نستنى في البرنامج الجمعة ويوم الأربعاء. مرحبا بك. حتى نرجع لك السلام. أهلا وسهلا. معناها نورتونا ديارنا بصراحة، خليتونا نستناو الكلمات. اخويا انتوما راهو منورين، اما زدني علما راهو برنامجكم انتوما وفضائكم انتوما، ونحاول انه تكون القضايا المطروحة هي قضايا من صميم وقعنا ولنعانيوها، كيما البطالة اليوم اخويا فتحي. نعم. البطالة انا نحب نقولها من جانب شرعي، اذا كان وقع مني اخطاء ولا حاجة الاساتذة يصلحوا لي. أنه ربي سبحانه وتعالى كتب الإنسان رزقه، أولا هي رزق معناها، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان في بطن أمه يأتيه الملك فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، وعلى الإنسان أن يسعى، الإنسان يزمه يتحرك يسعى للرزق، لأنه طوى معناها الجانب الدولة دي معناها التوجيهات الجامعية معناها فيها جانب التعليم لازم تصلح، لانه يكون عندك عدد كبير من المتخرجين معناها الساتذه العربيه والفرنسيه، لازم ثم تغيير يقع في مستوى التوجيه وحسب معناها سوق العمل الموجود. قلت ان ربي سبحانه امر السيده مريم عليها السلام بان تهز اليها بجذع النخله حتى تساقط عليها رطبا جليا. الانسان عليه ان يتحرك وان يسعى في طلب الرزق وأن يرضى بأي عمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد علم. فالإنسان عليه إذا كتب الله له سبحانه وتعالى وأن يقلع، وأن أرى أن البطالة من عرش كان رأي صحيح وخطأ سبحانه وتعالى الذي حذر في أكل الربا إن لم تنتظر الحرب من الله ورسوله. حاول يا فتحي أنك تغير المكان اللي أنت فيه يا فتحي، كنت أسمع فيه، حاول تغير المكان باش الصوت يكون واضح. أيوة نسمع فيك إن شاء الله. هذا هو السؤال اللي حب نتحدث. عاود لنا السؤال إن سمحت يا سي فتحي، عاود لنا السؤال. باقي السؤال مش واضح لأنه الخط الهاتفي ما خلناش نتمكن باش نسمع السؤال كما ينبغي. إذا كانت نجم تغير المكان حتى نتمكن باش نعرف السؤال تدقيقا يا فتحي. أنا نحب نسأل الأساتذة. أيوة. هل يمكن أن تكون البطالة هي عقوبة من الله سبحانه وتعالى الذي حذر فيه من أكل الربا فقال فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله؟ هل يمكن أن تكون البطالة شكل من أشكال العقوبة الإلهية للناس على تعاملهم بالربا الواضح أنه محرما شرعا؟ وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكرا يا فتحي ومرحبا بك. سي أحمد، بالنسبة لسؤال خونا فتحي، هل يمكن أن تكون البطالة شكل من أشكال العقوبة وغضب الله على قومه؟ يبدو أنه سي فتحي بالغ شوية في هذا في هذه القراءة. الحقيقة الله تعالى يدعو إلى العمل. نعم. ويحث عليه ويحب الإنسان العامل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أطيب الكسب عمل الرجل بيده. نعم. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. فأن تكون البطالة عقوبة لا أرى هذا معناها أمرا حتميا، لأنه الله سبحانه وتعالى سخر الدنيا والكون، ومن لا شيء يمكن أن يصل الإنسان إلى أشياء. نعم. والله من الواقع. أيوة. أعرف قصصا أن ناس ابتدأوا من الصفر
وهوني في تناغم مع ما كان يقول الأستاذ عمر، صحيح أنه برشا ناس لا تواتيهم الفرص، وربما فما اللي يقول لك الحظ، وفما اللي يقول لك كما قال سي خونا اللي كان يتكلم عقوبة من الله. وأنا نقول على الإنسان أن يسعى. الله تعالى قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، ما تقولش ما نجمش وما ثماش وكيفاش، حاول، من الضعف تخلق قوة، يعني من واقع الحياة، من رحم الحياة. نعرف قصصا أن ناس بداوا يجمعوا في الخرق البالية من القمامة ويبيعونها للميكانيكيين لمسح بعض القطاع الميكانيكية. نعم. واليوم هم من أصحاب مصانع النسيج، معناها صحيح هذا ممكن ما يتوفرش للناس الكل وما يتيسرش للجميع، لكن كلمة العقلية اللي قلتها بكري سنوري هذه هي اللي يلزم تترسخ في الناس. نعم. عقلية حب العمل ونبذ الكسل. فعلا. فما اللي كي يلقى حق باك الدخان وحق القهوة من عند بين ظفرين، وتسامحني الأمهات، من عند العزوزة، وأنا ما نحبش نقول الكلمة هذه، يا رب يفضلنا العزوزة. لا 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 ماش عزوزة، لا عزوزة هي بقيمتها، هي الوالدة الكريمة، الوالدة الكريمة. أما باللهجة التونسية يقول لك لا 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 لحظة. أنا قلتها وعلاش قلت بين ظفرين؟ لأن هذه هي لغة الناس، اللهجة يقول لك أنا ندبر في مصروفي من عند العزوزة. حشاها، هي الوالدة الكريمة، الوالدة الكريمة هي الأم التي كرمها الله بأن جعل الجنة تحت قدميها. فإذا كان ينطر مصر سي أحمد سامحني، تعتبر أنه كلمة العزوزة تهجين من قيمة الأم؟ نعم نعم، لأنه وحط من وضعيتها، لأن العجوز والعجوزة هي مشتقة من العجز، وأنت أستاذ العربية ما شاء الله وتدرك هذا، والعجوز بعملها تدرك الأعالي إن شاء الله. نعم هي عجوز لغة، ولكن بهذا بهذا التلميح ربما المهين والمشين. أي ربما الحق المستخدم. نسكروا القوس باش نرجع نقولوا أكل لي يقول لك يدبر في المصروف من عند أمه ولا من عند أبوه، وما دام يتكبر على عمل، ما نخدمش هذية ما نخدمش هذية. اليوم تمشي للمقاهي تلقى أعداد كبيرة من الشباب، راني مانيش ضد الشباب، بالعكس أنا أحب الشباب، وفما ناس مظلومين وعندهم حق. نعم. في قضية. نعم. البطالة. أيوة. لكن أنا مش نعطيه حق هذا ونركزوا على الجانب الثاني أكثر. على الجانب الثاني أكثر اللي هو المشكلة اليوم. معناها كالناس اللي قاعدة في القهاوي وما تخدمش، معناها والعمل ساعات يكون متوفر، فما عمل راهو، فما عمل في حظاير البناء وفي الفلاحة وجمع الزيتون، وتعرف أنت عامل يجي الصابة كبيرة ما يلقاوش شكون يجمع الزيتون، وبعشرين دينار في النهار وما يلقاوش، وهذا معناها مشكلة معضلة ولات، ويرضى روحه بطال وما يمشيش يخدم. علاش؟ لأن العمل ربما متعب ومرهق، وإحنا زاد العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقولنا من بات كالا، يعني تعبان، من بات كالا من العمل بات مغفورا له، يعني يغفر له. هذيك فيها متعة وفيها تاكل اللقمة تاكلها مرتاح وتحسها لقمة هنية. إيوة كأنك بالطريقة هذه سي أحمد تتحمل المسؤولية فقط إلا للمعطل على العملي. لا 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 هو ما قعد في القهوة راهو إلا لأنه ساعات مضطر أن يلقى روحه يقعد في القهوة. لا لا هذا جانب. نعم. جوانب أخرى. نعم. ممكن أصحاب الشهائد العليا، ناس عندها الأستاذية وعدد الطابور البطالين في العمل هذايا بالآلاف وعشرات الآلاف، وأنا أعلم علم اليقين باعتباري مارست معناها العمل في صلب وزارة التربية، ونعرف حتى ماذا وراء الأكمة. نعم. يعني مئات الآلاف ثم يعني اليوم في الوقت معطلين في تونس، ولكن من أصحاب الشهائد العليا هذم ضحية سياسة تعليمية خاطئة. نعم. يعني في وقت ما أغلقت الشعب المهنية اللي تعلم الوليدات الصنعة وبشي نلقاو الكهربائي والميكانيكي واللي صلح قنوات المياه والأشياء هذه، معناها تنحاتها كي جملة، والناس الكل ولا تقرأ النظري وتمشي للبكالوريا وتمشي للجامعة، ونلقاو تو اليوم معناها مئات الألاف
من المعطلين من أصحاب الشهائد العليا، هذا نتيجة سياسة تربوية سيئة. أنا أذكر جيدا أن الكباس أيوة. يترشح لشعبة قلب ما بيم الكباس أي أي يترشح فينا ومؤكد اليوم ما عنده مرارة من الوضعية يترشح دي. لشعبة في الكباس يترشح لشعبة الاقتصاد والتصرف قرابة 30,000 مترشح، وحاجيات الدولة من أساتذة الاقتصاد والتصرف خمن كم تكون يا أستاذ نوري؟ من 30,000 من 30,000 15 نفرا يا لطيف. نعم يعني نعم مسألة كارثية، الوضعية لا تستقيم، الوضعية لا تستقيم. هذه إيه المشكلة يا اليوم أخي؟ إذن فما مشكلة اليوم يا أخي أنا كدولة نعم. قبل أن أفتح شعبة من هذا النوع نعم. أدرس إمكانيات السوق وإمكانيات التشغيل، لماذا أفتح الباب على مصرعيه ويعديه في البكالوريا كذا كذا في الشعبة هذه نعم. ويقرأوا في الجامعة كذا كذا وبعد نسحق منهم 15 نعم. و30 ألف إلا 15 يقعدوا بطالين فعلا. أي هو راهو كما كان يحكي خويا عمر المسؤولية راهي مشتركة، من نجموش نحطوا ثقل المسؤولية كاملة على الدولة كما نجموش نحطوها كاملة على البطالين نعم. كما نجموش نحطوها كاملة مثلا على الأسرة، لابد فما تلقى منا ومنا، وفما أصناف في البطالة، فما البطالة الاختيارية، فما البطالة العشوائية، فما البطالة اللي معناها عنده إمكانيات الشغل وما يحبش يخدم، فما برشا موجودة نعم. وفما اللي مقهور مسكين وصل عمره 40 سنة وموش لاقي باش يتزوج، موش لاقي لأنه هنشوفوا التليفون اللي معنا خدمة. التليفون اللي معنا من أي نوع من الأنواع البطالة. اللي تتحدث عنه سي أحمد. أهلا وسهلا بخونا أحمد غرسلة من سيدي بوزيد. عسلامة يا أحمد. أهلا بيك. عسلامة يا أحمد خلفلة من مزدونة وليد سيدي بوزيد. مرحبا بيك. أهلا وسهلا بيك يا سي أحمد. أهلا بالمزدونة. يعيشك. مرحبا أبو أهل المزدونة. أهلا بيك سي أحمد. أنت رب عائلة ولي عندك صغيرات. أنا يا سيدي متقاعد وجوبي. متقاعد وجوبي نعم. عمري 55 سنة. ربي يعطيك الصحة والعافية وطول العمر. أب لأربعة بنات ما شاء الله وأم سنة أمي نعم عندي أربع بنات يخدموا يقراوا شو يعملوا وضعيتهم؟ البنات بطالة أقراوا ولا ما أقراوا يا سي أحمد؟ قروص وثم معناه النظر لضعف الحال أيوة. ما وصلوش المليح، وصل للسنة السابعة أساسي. سابعة أساسي. وقديش عمارهم توا؟ قديش عمارهم؟ من 23 24 22 يشتغلوا ولا في الدار؟ في الأولى ثانوي. يشتغلوا ولا في الدار يا سي أحمد؟ يخدموا ولا في الدار؟ في الدار كلهم أربع بنات في الدار. أربع بنات في الدار. أربع بنات في الدار، وأنا عندي على ملكي قطعة أرض تمسح حوالي 15 هكتار. أيوة. تقدمت إلى البنك الفلاحي باش نعمل فيها مشروع فلاحي. ألو. نسمع فيك سي أحمد. قد تقدمت للبنك الفلاحي باش نعمل فيها مشروع في جام في 2013. بعد معنا ما استخرجت عملت دراسة حوالي 450 دينار ولا كذا، قعدت شهر ولا شهر ونص ولا شهرين ورفضوا لي المطلب. فهمني؟ أيوة. نيك اليوم معناها ناخذ في جراية متاعي في بنك الصخيرة، في بنك في شركة تونسية البنك الصخيرة. أي نعم. حاولت عملت دراسة أخرى وقدمت للبنك هذا المذكور باش نعمل بنك، باش نعمل قرض استثماري، باش نعمل نحيي الارض نتاعي ونخدم فيها ونويتي وكذا وكذا. نعم. ما راني الا عذية بالرفض. بالرفض يا ربي يا لطيف. معناها كلامك واضح سي احمد ودقيق. وسي عمر انا نحيلك مباشره للمكالمه هذه، لان انت منذ قليل قلت العائله مسؤوله في انه توفر بعض الظروف اللي تمكن الصغيرات من انه يخدم على روحهم. خويا يقول لك اني وفرت، انا نحب نخدم صغاري اللي هما معناها في حاجه للعمل، ونحب نخدم ناس اخرين، ومع ذلك نلقى بعض المشاكل والصعوبات
اللي تكبلني وتقيدني وما تخلينيش نقدم باش نخدم صغاري ونخدم غيري. أنا في نظري المطلوب من الحصة هذه والمطلوب من هالبرنامج هذايا أنه يقرب بعض الحلول إلى الأسرة التونسية، لأنه مشكلة البطالة مشكلة موجودة ولا يمكن أن نتغاضى عنها. لكن ما هو الحل؟ اليوم ثم مشاكل في الكباس وثم معناها مقاهي ملأة بالشباب، لكن ما هو الحل؟ يقبل الحل ما فما انعكاسات كبيرة راه المسألة هذه يا سي عمر. نعم، الحل أولا لابد من التأكيد على أن العمل واجب من الواجبات الدينية. ركزوا على عقيدة العمل يا خويا. ما قالك حد راهو احنا ما نحبوش نخدمه. نعرف أن الإسلام يحث على العمل، نعرف أن الدين الإسلامي يدعونا إلى العمل، واحنا مقتنعين اقتناع كامل بأنه العمل هو محقق للكرامة وللوضعية المريحة للإنسان، ومع ذلك يقول لك اعطيني الشروط الكفيلة بأني نخدم على روحي. هنا لابد من التركيز على العمل، لأنه ثم ناس ترفض العمل لأنه تنظر إلى العمل وتنظر إلى المقابل الذي يتأتى من وراء العمل. هنا تريد أن تعمل أم لا؟ خيرت العمل أم البطالة؟ يا أخوي نحب إذا خيرت العمل فلتنصرف إلى عملك، معناها أقدم على عمل. نريد العمل. أما أنك معنى العمل هذا نرفضه على اعتبار أنه عمل يدوي أو عمل فلاحي أو عمل مقابل متاعه زهيد، هذه حجج واهية، لأنه العمل هذا واجب من واجباتنا. يقول صلى الله عليه وسلم معناها إذا قامت الساعة وكانت بيد أحدكم فسيلة واستطاع أن يغرسها فليغرسها. نعم. فالعمل واجب من واجبات الإنسان إلى قيام الساعة. نعم. بالتالي هنا العمل ما يزموش يرتبط بالمردود المادي. وهنا نقول عندنا إمكانيات متوفرة في تونس من حيث العمل الفلاحي. اليوم المقاولون في تونس يشتكون من غياب معناها شبه تام لليد العاملة. اليوم معناها الحظائر العمل الفلاحي كله يحتاج إلى عمال. أين عمالنا؟ يعني ما ضر وأنه ربما معناها الشباب متاعنا يتوجه للعمل الفلاحي، لما لا؟ هل من المعقول وأن تونس تعاني البطالة وتعاني مشكلة البطالة ونستورد العمالة؟ يعني هل كتب على شبابنا أما أنه يبقى في مقهى وألا يحرق لامبيدوزا لإيطاليا وألا يموت في الجبال وألا معناه يموت معناها بالاكتئاب وبغيره معناها بالأمراض النفسية؟ شنو اللي يحرق هو؟ شنو اللي خلاه يجتاز الحدود خلصة ويعرض روحه للخطر وللموت والمشاكل؟ شنو اللي خلاه يوصل؟ ثم جملة من العوامل الأساسية النوري اللي هي أولا عدم الاقتناع بأنه ينصرف إلى أي عمل معناها سواء العمل هذا المردود نتاعه معناها كبير ولا صغير. وكأنك تحكم على المجموعة الكل. لا خليه يخذو تعمل هكا تقول رأي هي ما يش مقتنعة بالعمل بمقابل معين ولا بوضعية معينة. ناخذ بالتفصيل. ثم ربما يقول لك أنا صاحب شهادة. أيوة. وبالتالي لا أشتغل إلا في الإطار وفي الشهادة التي أحملها. نقول له هنا يا سيدي إذا كما ثماش إيش نعمله؟ لابد من إيجاد حل الآن. أيوة. وهنا معناها لما نغيره إحنا الاتجاه وينصرف إلى عمل آخر فهذا هو المطلوب، لأن العمل هنا كما قال سي أحمد الساعة يعني هل من المطلوب وأنه تخرج في تخرج معين وأنه ما يخدم كيف التخرج هكا؟ لا، يزم هنا يجتهد وينصرف إلى أي عمل كان يضمن الكرامة بتاعه. العمل الشرعي هنا مطلوب وهو واجب من واجبات الإنسان. نعم. النقطة الثانية شبابنا يحلم. علاش أنا أقول شبابنا يحلم؟ شبابنا يرفض بعض أنواع من العمل على اعتبار عوائدها، مش يصور من العمل هذا. إذا كان مصوره مش يكون ضعيف ما يخدموش. عنده هذا علاش سمحني مش يعطي مقابل. لحظة سنوري لحظة برك. هذا علاش تلقاه يترك العمل ويفكر في الهجرة السرية إلى إيطاليا وغيرها، يعني كأنها صورت له أنه ثم غاديكية الجنة الموعودة والحال وأنه غير هذا. نعم. لهذا احنا نحب نقول لشبابنا أفق يا شباب، راهي الناس اللي مشات وحرقت وكذا راهي عانات وموش بكلها نشحت، وثم معنى إمكانية الغرق والموت، ورب سبحانه وتعالى نهانا عن قتل أنفسنا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ورب سبحانه وتعالى دعانا إلى العمل. وأنا ما شاطرش خونا ساعة لتكلم من سوسة وقال ربما البطالة عقوبة، البطالة عمرها ما كانت عقوبة، لأن رب سبحانه وتعالى ما يعاقبش بالبطالة اللي قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. بالتالي هنا راه العمل واجب، والمولى سبحانه وتعالى حثنا على العمل اللي يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالعمل هنا مطلوب من كل إنسان أن يعمل، رجالا ونساء صغارا وكبارا. حتى عقلية التقاعد في الإسلام ما ثماش. إيش معنى تقاعد؟ يوصل إلى سن معين يرتاح إيه، ولكن قلنا ساعة ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بيد أحدكم فسيلة وقامت الساعة واستطاع أن يغرسها فليغرسها. نعم، هذه حكمة نبيلة وإن شاء الله نعمل بها. أما حبينا زاد نسمع طرف آخر في العملية اللي تهم البطالة
وهم الناس المشغلين، الناس اللي تلوج على العمل، والناس اللي تبحث كذلك عن اليد العاملة. خلينا نشوف اللي كنت تحكي عليه الآن سي عمر، وضعية هؤلاء الناس اللي تبحث عن اليد العاملة وساعات ما تلقاش. منين المشكل إذن؟ خلينا نشوف الوضعية هذه ونرجع للحوار معكم ومع تليفوناتكم اللي توصلنا عن طريق الهاتف 74 621 607. صحيح اللي يقول بانه الشباب التونسي ما يحبش يخدم، واللي اصحاب العمل ما يلقاوش خدمه في الوقت هذا. توا انا والله قداش مره نعملوا دي دوموند عند المكتب التشغيل، ان كان لي تكنيسيان سوبيريور ولا لي تكنيسيان عاديين ولا اللي بعد حتى الباك وحتى لي زابرونتي، ما نلقاو حتى شيء. توا قداش عنا من اللي عادين معدين دي دوموند، مالوروزمون حتى اللي يجي يلقى نوعية المهنة ما تناسبوش، اللي هي بتاتر صعيبة شوية بالنسبة للدومان متاعنا. احنا فروع اندستريال، معناتها يتمثل في شخص انه يلزم يكون مؤهل وقابل وطامح لتكوينه في من حيث التقنية. لكن مالوريزمون نلقاو يفركسوا كان على حويجات اللي هي تبدا خفيفه، يبدا تشرط لك الساق بالكل شيء، السالير قداش يتشرط، رزين ما نجمش نهز، الوقت كيفاش، ديبلاسمون ما نجمش نخرج. اليد العامله ولات صعيبه برشا، نمشي باش نجيب الخدامه، الخدامه يجيو في باب الشنط يوقفوا يعملوا فرجه هكا وهكا، يقول لك يا خويا ما نخدمش. وبالرغم اللي نمشي لزقت من سعيد انا باش نجيب الخدامه، يدوروا بيا سته سبعه من الناس يقولوا لي يا خويا نحبوا نخدموا، يجيبوا الشانتي لهنا يخدموا هكا ساعه ساعه ونص، يقول لك يا خويا تزيد في البركه، اعطيني متاعي وخليني نمشي على روحي. انا نشوف في 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 ما بعد الثوره عدم الانضباط في الشباب. الشباب ولا اذا ما لقاش ما ياكل يسرق، يسرق وما يخدمش. علاش ما يخدمش شبابنا في الفلاحه والا في البني والا الاشغال العامه والا صناعه المعمليه؟ والله بالنسبه لشباب تونس ايس، اول حاجه نقولها انا ايس في الوضع الحالي اللي عايشه البلاد، ايس لا عاد عاجبه لا يخدم لا في فلاحه لا صناعه لا حاجه حتى شيء. تو الادارات اللي قاعده نشوفوا فيها واللي قاعده تخدم الله اعلم، نمشوا ندخلوا اداره ندخلوا حاجه قاعدين يخدموا بدوسيات قديمه، دوسيات متاع قعدت هكا، دوسيات 2007 2008 2009 2010، انا العهد هي هي الحكايه. في البني مثلا، في البني اعطيني كيفاش مطالب الخدام باش يخدم، لكن ايضا مطالب المشغل انه يحمي الخدام هذايا نهار اللي يطيح. يلزم يكون عنده الحق في الضمان الاجتماعي، يلزم يكون عنده الحق ايضا في التقاعد اللي هي مساله مهمه، ايضا قطاع الفلاحه قطاع راهو مهمش، ماهوش مساله معناتها محلوله هيك. كيما ثم مساله تنظيميه بحته ويلزم ناكدوا عليها، وقت اللي يجيو نطالبوا الشباب باش يخدم في القطاعات اللي هي هذه تتسمى قطاعات مهمشه، خاطر الفو ديفيرونسي ما بين الفلاحه ما بين الاشغال العامه اللي هي راهي تنتمي في نهايه المطاف الى وزاره التجهيز وقطاع الاشغال العامه اللي هو ثم اطر منظمه ليلو. والله برشا عباد ما عادش تحب تخدم الخدمه هذه، شوفوا في روحهم بدهم يمشوا صفاقس تونس يلوج على خدمه ما خير. الخدمه الفلاحه ولا اي حاجه هيك بلا خدمه خير من البطاله معناه، وما ثمش بطاله في الدنيا هذه، كل يحب يخدم يخدم. لو انا تعلموا باللقمه البارده، بوه يمد له مصروفه يوميا، تمشي ياخذ فلوس كلهم يقول لهم اعطيني 5000 اعطيني 10000 مد له، تمشي ما يستعجلوش على الخدمه، تمشي تعلموا بها الراحه وبالاستجمام هكاك وفينا وفات مش يخدموا. وتجي تقول له تجي تخدم واحد تقول له نعطيك 10000 ولا 15000 قال لك ما نخدمش. ولا حسب رايي الخاص، خاطر الدوله ما دعموش برشا وبليس ما يساعدوش معناها باش يخدم في الفلاحه ولا في الموارد البشريه، خاطر ما مش بيصور كم يخدم في قطاع خاص وبرا. خاطر الدوله ما تدعموش يخدم في الفارغ ما يصور شيء زي نحن تو نخدم في الفلاح وفي اي خدمه انا نخدمها. ثم الشباب ما يحبش يخدم، يتعمد بالسرقه والخطفه ويلقى مثل تعطيني دينار تعطيني 500، الشباب ضايع. الشباب تو ولا عبيد يسر دروشين، عبيد تلقاه مع لا انا قاري ما نخدمش في الفلاحه
متعاش انا قاري ويدي يدي نستلويت ياسر عبيد نتصورها ياسر يلوجو كان على الخدمه المرتاحه يحبوا الفلوس توصل لهم واصله يحبوش يعرقوا عليها يحبوش يتعبوا عليها تعودوا بحاجه ببلاش ما يخدمش الشباب خاطر ما لقاش الخدمه هذه ما ثماش الخدمه هذه حتى يهزي خدمك ب 7000 ب 8000 هذه مش معناتها يمشي يستغلوه برا فهمت كيفاش ولا يستغلوه برا مش يهزوه يخدموا كل شيء في اخر نهار يطيشوا له 7000 8000 هكي الخدمه اعطيوه الشباب خدمه باهيه فهمت ماركه اللي هو يعيش بها وكذا وكذا يخدم على روحه الشباب. هذه أصواتكم وديما نحب نسمع أصواتكم ونسمع وجهات نظر مختلفة وساعات تسمع وتلوم وساعات تعذر اللي تسمع وتقول عنده مشكلة يقول لك أنا بالحق راني نبحث عن اليد العاملة وماذا بيا شكون الناس اللي تعاوني باش نعاونها كذلك في أنه تحقق هي جزء من قيمة وأهمية العمل في حياتها. تسمع الطرف الآخر يقول لك راني أنا مأيس لأني نمشي للمشغل وما لقاش حقوقي وما لقاش الضوابط التنظيمية اللي تضمن لي حقوقي كيف نشتغل وفي نفس الوقت نحقق كرامتي ونلقى زادة كيف كيف ثمن ومقابل المجهود مش حتى الثمن مقابل المجهود اللي أنا خدمته. إذن سي أحمد مشكلة تلقاها ما بين الطرفين ومع ذلك البطالة قبل ما تتزايد هذا يقول من الآخر والآخر يقول لا من الآخر معناها تجي للمشغل يقول لك المشكلة في أنه أنا ما لقيتش يد العاملة نحب نجمع زيتون نحب نخدم مقاولات بناء نحب نعمل كذا وحتى ساعات في الشركات يقول لك ابحث عن اليد العامله وعن الكفاءه الهائله الممتازه وانا مستعد نخلصها. تسمع الطرف الاخر يقول لك لا نمشي راني للمشغل وما لقاش حقوقي ما لقاش الوضعيه والبطاله تتنامى. اذا ما هي الاسباب الحقيقيه اللي تخلي ظاهره البطاله عمال ما تتزايد اليوم في بلادنا؟ نعم ظاهره البطاله تتنامى وهذا عنده اسباب كثيره من اهم هذه الاسباب التقدم التكنولوجي اللي الآلة اليوم حلت محل عدد كبير من العمال اللي كانوا يخدموه مجموعة كبيرة من العمال صارت الآلة تشتغل لتنجزه في ساعة. لكن هذا مش هذا فقط معناها هذا جانب من جوانب الأسباب اللي كنت تتحدث عليه أنت لأنه هذا كل واحد يرمي الكرة للآخر. أيوة. هذا صحيح وفما جانب هكا وفما جانب هكا صحيح أن المشغلين يبحث عن عمال بأقل قيمة في الأجرة وبأكثر عدد ساعات في العمل وبأقل التكاليف وهذه فلسفة المؤجر أو بعض نعم. المشغلين نعم. فلسفة طالب الشغل أنه يبحث عن العمل يحب عمل مريح ويحب أجرة مرتفعة ويحب عدد ساعات قليلة ويحب جميع الحقوق مضمونة ومحو أنا شو أقول هنا مش من حقه زادة ويبحث من حقه عن ذلك لا من حقه لكن, نعم. لكن الحق له ضوابط والواجب له ضوابط. فلو أن العامل تسلح بالقناعة يطالب بحقوقه نعم فما تغطية اجتماعية من حقه فما نظام في عدد ساعات العمل القانوني هذا من حقه نعم. لكن مش زادة إذا كان عنده بعض الحقوق هو يطالب بأكثر منها مما يرهق كاهل صاحب العمل ويصبح عاجز عن تسديد نفقات وتكاليف العمل. من جهة أخرى نقولوا لصاحب العمل نقولوا له أراه أكل عامل اتق الله فيه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه يعني أنك تخلصوا وتخلصوا بما يكافئ الجهد اللي يبذل فيه والدنيا غلات توا يحكيوا بكري العمال على 7000 ما نظنش فما شكون يشغل ب 7000 فما اللي نعرفه أنا شخصيا أنه فما بعض المقاولين في البناء يعرض على العمال
14 و15 دينار في اليوم ويرفضون. مش المقاولين، حتى اليوم في دارك تحب تجيب انت اليوم شكون يخدم لك معين ولا معينه منزليه، هي تقول له معناها 20 و25 دينار، وساعات يقول لك لا معناها ساعات حتى لا نعمم في نعم. شويه في اعمال الحديقه نعم. وتنظيم نعم. حديقه المنزل والبريكولاج اليوم ولا فما مبالغات نعم. من طرف اليد العامله، كما فما في جانب المشغلين البعض اللي يهضم حقوق العمال. احنا نقولوا هوني اذا كان كل واحد يعرف واجبه ويلتزم بالقيم الاسلاميه، والقيم الاسلاميه تدعو العامل الى ان يتقن عمله، الى ان لا يغش في العمل، الى ان يوفي صاحب العمل حقه. القيم الاسلاميه تدعو صاحب العمل المؤجر الى ان لا يرهق العامل باكثر من طاقته في حدود المعقول يكلفه بالشغل، وان يعطيه اجره كاملا، وان لا يماطل في اعطائه اجره، وان يضمن له الحقوق المتعارف عليها اجتماعيا. اليوم فما تغطية اجتماعية، فما يصب العرف على العامل في صندوق التقاعد باش نهار اخر العامل يلقى التقاعد نتاعو. هذا فما ضمانات، فما ضمانات يجم العامل يتعرض لا سمح الله الى حادث شغل، معناها لابد ان يكون هناك